حاجه مش كويسه يعني. ايه الاخبار؟ كله بس كويس؟ مش فارق انا محمود، ما احنا قبل كده يعني السنتين اللي فاتوا كانت مش فارق. حاجات في المتناول بس بنطلع على طول يعني. صح. ايه الاخبار؟ كله حلو؟ كله تمام الحمد كوميدي لله. كوميدي جدا اللي حصل ده، يعني حاجه ما كانش حد يتوقعها من الاتحاد الاوروبي ان ده يحصل. يمكن الناس مصدومه، ولكن خليني اقول لك، يمكن انا استعدت الذاكره كده على طول يا محمودي. 82 في كاس العالم، قرعه كاس العالم في اسبانيا اللي توج بها المنتخب الايطالي عشان محمود يبقى مبسوط. أيوة. مع انزو بيرزوت. حصلت لخبطه. ايه اللي حصل؟ حصل لخبطه، واللوحه اللي كانت المفروض محطوط عليها المنتخبات اللي مشاركه في كاس العالم، الاسامي عماله بتطلع والكور مش شغاله، وكان موال كبير جدا. يمكن عايز اقول لك كمان خليجي 20 في اليمن. حصلت لخبطه كبيره جدا، وكل الناس قعدت ساعتها تتريق شويه على اليمن وكده. طب تعالوا الاتحاد الاوروبي اهو. وعايز اقول لك على حاجه، افتكرت برضو حاجه، بطوله دوري ابطال اوروبا 64 65 في دور الثمانيه، ليفربول بيلاعب كولون الالماني، 0-0 في المانيا، 0-0 في ليفربول، ثم مباراه اعاده في هولندا، المباراه الثالثه بقى عشان ما كانش في ركلات ترجيح، 2-2. الحكم جه يعمل قرعه، والله ده حصل والفيديو موجود. عمل القرعه، القرعه نزلت على سفه محمودي، يا نهار ابيض، نزلت على سف، قام عايد القرعه تاني، اكن الماتش مش عايز يتحسم مين اللي يصعد. وفي الاخر نادي ليفربول اللي صعد وعشان يكمل، ولكن في النهايه انتر مع لينو ريرا هو اللي فاز بلقب بطوله ابطال الدوري. طيب.